الحمد لله الذي خلق عيسى عليه السلام غير أب، وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحب، ودافع عن مريم العذراء عندما طعنت في شرفها بالقذف والسب، ونجى يونس من الظلمات، ونجى يوسف من غيابة الجب، وأغرق فرعون عندما ادعى الألوهية على قومه وقال لهم إنني أنا الرب، وخلق الإنسان من طين فمشي على الأرض فدب، فعجبا كل العجب بقلب يجحد الرب، وأحب حبيبه المصطفى حبا ليس بعده حب. يا ابن آدم سنموت جميعا عاجلا أم آجلا، ونسير جميعا نحو القبور قوافلا، فلقد جاء الموت المخيف ليسوقنا نحو الحساب جميعا مراحلا. فهناك شخص يموت على الطريق بحادث، وهناك شخص يموت سريعا عاجلا، وهناك شخص يموت في الدنيا مجاهدا ليحيا في الآخرة شهيدا فاضلا. فاختر لنفسك يا ابن آدم ميتة ولا تكن في الدنيا غافلا، وتب وارجع إلى ربك إن كنت شخصا عاقلا. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل نشأتي ومن قبل تصويري. اللهم صل وسلم وبارك على رمز الجمال ورمز الكمال، سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له لعبي، سلامي على من قال للظبي من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم، سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى والنون والقلم، سلامي على من شق جبريل صبره صغيرا ولم يشكو لذلك من الألم. أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، نسأل الله العلي العظيم ألا يحرمنا أجرها وألا يفتنا بعدها. نعيش وإياكم على موائد القرآن الكريم حفص ورش وحمزة، روايات في القرآن يتلوها علينا علم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية، وسفير القراء بجمهورية مصر العربية، والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي، القرى المقيم بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. أسأل الله تعالى له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا
you.
إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم فتمثل لك بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام أكن بغيا قال
قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أكبر مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة
التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. صدق الله العظيم.